شوفي يسرا، نعم مو انا دابا غادي الخدمة، رجع ودير انت شي حاجه ناكلوها صافي. منشا خبر قصه البارح مزيان وي الترناد يا اسا سميتي هي هي سمعت انا حيد حيد انا رخص عليا الوقت في الدراسه خير اخويا باص الحوات واش اخو حمزه انا خسارة شنو بغيتي يا اسا احنا اخويا الدار اخبارك تعرف على واحد الميمه مزيانه اخي ايوا مزيانه اخي صراحه صح انا خاصني شي ميمه واخا كبير علي واحد شويه ولكن هاني حتى هاني يا زويل راه انا كنمشي للخدمه كنمشي عندها باغي اخي كنخصها انا وياها واش بقى لي واد ايوا انت شكون بحالك اخي حنا خاصنا نبقاو صافي تنقول لها شوفي لي شي ميمه صافي شوفي صافي اصاحبي واش عليك علاش تعرفتي عليها وكنت قول لي انا البلاصه خويا كنت ما يحل الحال واش جيت عامل البوطه ولقات لي هز عليها ونهز لها البوطه طلعت انا للدار هي تدور معايا قلت لها من عندها صافي بديت كنمشي عندها كل نهار تعمرتي لها البوطه المهم اخويا حي غنمشي عندها دابا دابا هاد الشيء مشى دابا عرفنا اخويا يلاه حي الو كيداير يا سرعانية باش غازلك المهم انا شويه نرجع دابا بدل حوايج ونرجع يلاه حيد شكون مرحبا كيداير يا استاذ صافا لي صافا واش وحشتنا سي علاش وحشتك لا عمرني شي بغيت ندير شي سي واخا راني بقيت المهم يلاه نمشي يلاه نمشي باش شنو هكا طيب سرعانيه الحمد لله ايوا واش كتعاودي واش عاود نجي عندك ماشي شي حاجه خدامين واو انا المعلم كيعيطني الو واه خويا انا واحد الغرض باغيني دابا انا نجي عندك دابا يلا شي 10 دقائق نكون عندك يلا قطع يلا مو ما عاتي المعلم ماش خرج السيما باش تغدى تخرج مع تسعود مع تسعود صافي مو من 10 نكون عندك هنا صافي يلا الله يعاونك يلا السلام عليكم فين يا صاحبي خير يلا جيت من الخدمه ما نكذبش غديتي نشي غديت المهم شحال ما تغديش في الخدمه صافي ماشي مشكل صافي انا في الصالون مع ربا فايقين صافي جمال راه ما تعطلت في الخدمة على بالي راجل شو 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 المهم انا يلاه جيت من الخدمة دك داك المهم واش وحشتك
حسنا توحش ما واخا شي كبير عليا فهمي ماشي مشكل تفاهموا كلشي هذاك الشيء ليك صلاح لا ما تبقى جيرا جديدة يلا الله يعاونك تلغد تلغد صافي.